بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي وهو غير محرم قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، كنا قد وقفنا عند حديث أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه في قصة صيده الحمار الوحشي، وقد كان أبو قتادة غير محرم رضي الله عنه. وقوله في قصة صيده الحمار الوحشي، فإن أبا قتادة كان غير محرم فاصطاد للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، فلم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم منه، وإنما أذن لأصحابه بالشرط الذي سيأتي. وقوله في قصة صيده الحمار الوحشي، المراد بالحمار الوحشي نوع من الصيود التي تصطاد، إذ الحمر نوعان: حمر أهلية التي تنشأ عند الناس في بيوتهم ويحملون عليها متاعهم، والنوع الثاني هي الحمر الوحشية التي تكون في الخلاء وفي البيداء. هذه النوع من الحمر لا تكون مستأنسة ولا أهلية، وإنما تكون وحشية. قد يظن البعض من الناس أن المراد بالحديث في الحمر الوحشية الحمر التي نسميها في زماننا هذا بالحمر الوحشية التي تكون مخططة، وليس الأمر كذلك، فإن جزيرة العرب كانت خلوا من هذا النوع من الحيوانات، فليس فيها هذا الحمار المخطط، وإنما هو موجود في أفريقيا وليس موجودا في جزيرة العرب. ولذا فإن الحمر الوحشية هو من باب الاشتراك اللفظي مع الموجود في زماننا، والحمار الوحشي عند العرب هو نوع ذكر بعضهم أنه نوع من الغزلان، وقال بعضهم هو نوع من الوحوش التي تكون شبيهة بالحمار من حيث عظم رأسه دون أجزائه، فإن قوائمه تكون أدق من الحمار. قال: وهو غير محرم، أي أن أبا قتادة غير محرم حال اصطياده. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وكانوا محرمين: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما بقي من لحمه. قال المصنف: متفق عليه، أي رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل. أول هذه المسائل أنه يحرم على المحرم أن يصطاد صيدا، وهذا بإجماع، وهو في كتاب الله عز وجل، فإن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، فدلنا ذلك على أن المحرم يحرم عليه قتل الصيد، وهذه من محظورات الإحرام وهو قتل الصيد. المسألة الثانية أن ما حرم فإنه يحرم الوسيلة إليه، فما دام أن الصيد حرام فإننا نقول كذلك، فإن التسبب بالصيد حرام، فالمحرم يحرم عليه أن يتسبب بالصيد. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فدل ذلك على أن المتسبب يأخذ حكم المباشر في هذه المسألة من حيث الحرمة، وفعله محظورا من محظورات الإحرام. المسألة الثالثة التي نأخذها من هذا الحديث أن هذا الحديث فيه دليل على أن الصيد إذا اصطاده المحرم فإنه يحرم عليه، وهذا بإجماع. والدليل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأكل من هذا الصيد، وقد جاء في رواية عند الإمام أحمد من حديث أبي قتادة هذا نفسه أن أبا قتادة ذكر أنه قد اصطاد الصيد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: قد اصطدته لك. وهذه الزيادة عند أحمد قال عنها ابن مفلح إن إسنادها جيد. إذن من
اصطاد صيدا فإنه يحرم عليه أكله، لأن هذا الصيد محرم فيحرم عليه أكله. كذلك نقول إنه يحرم إذا اصطيد لأجله كذلك، وهذا يدخل في عموم حديث أبي قتادة أيضا، ويحرم كذلك إذا صيد بإشارته أو بإيمائه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث سوى بين الإشارة والقتل، فقال هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء؟ فدل ذلك على أن من صاد صيدا بإشارة محرم أو بأمره فإنه يكون محرما على المحرم، وهذا خلافا لأبي حنيفة النعمان رحمة الله عليه. مما يؤخذ من هذا الحديث أيضا أن الشيخ تقي الدين استدل بهذا الحديث، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم هل منكم أحد أمره أو أشار إليه بشيء، قال إن هذا يقتضي أنه لو أشار بعضهم إلى الصيد بشيء فإنه يحرم على جميعهم، فكأن الشيخ تقي الدين رأى أن الحكم يتعلق بالعموم دون آحاد الأفراد. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى وعن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنه أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان، فرده عليه وقال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. متفق عليه. نعم. هذا حديث الصعب بن جثامة رضي الله عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا، وتقدم معنا أن هناك فرقا بين الحمار الوحشي والحمار الأهلي، فإن الحمار الأهلي يحرم أكله، وأما الحمار الوحشي فيجوز أكله، وهو نوع من الصيد، وقد ذكر كثير من العلماء أنه شبيه بالغزال من بعض جوانبه. قال أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودانا، هذا الشك من الراوي في الموضع الذي أهدى فيه الصعب النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الصيد. والأبواء وودان هما مناطق أو قرية في وادي الفرع، ووادي الفرع الآن معروف في جنوب المدينة بعدما يتجاوز المرء الميقات، وهذا يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أحرم وقتها. قال الصعب فرده عليه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الهدية وهو الحمار الوحشي، وفي قوله فرده عليه يدلنا على أنه يجوز رد الهدية إذا كان هناك معنى يمنع من الانتفاع بها. ثم قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم العلة في رده وعدم قبوله أخذ هذه الهدية بأنه عليه الصلاة والسلام كان حرما. وقد تقدم معنا أن أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون إن المحرم لا يحرم عليه ما اصطاده، أن المحرم إنما يحرم عليه ما اصطاده أو ما اصطيد بأمره أو بسببه كإشارة ونحوه أو اصطيد لأجله، هذه هي الأمور الأربعة التي يحرم أكل الصيد فيها على المحرم. وأما الصيد الذي لم يصطده هو ولم يصطد لأجله ولا بسببه إشارة وإيماء وأمرا فإنه حينئذ يحل. ولذلك فإن هذا الحديث ذكر أهل العلم أنه محمول على أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أو ظن أنه صيد لأجله، فقد قال الشافعي رحمة الله عليه إن وجه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما رده لما ظن أنه صيد من أجله، فحينئذ يكون النبي صلى الله عليه وسلم تركه على وجه التنزيه. وأما غيرهم من الفقهاء فقالوا إنه تركه لعلمه بأنه صيد
لأجله، كما سبق معنا في حديث أبي قتادة أن أبا قتادة قال قد اصطدته لك، فلربما كان الصعب قال له ذلك. وعلى كل، فإن هذا الحديث نستفيد منه حكمين. الحكم الأول أن الصيد إذا صيد لأجل المحرم فإنه يكون حراما على المحرم أكله، ولا يحرم على غيره من الناس أن يأكلوه. والمسألة الثانية أنه يجوز للمرء أن يترك بعض الطعام تنزها، وذلك عند الشك والاشتباه فيه، بل إن الأصل أن المؤمن يحتاط في مأكله أكثر من احتياطه في المال الذي يكسبه ويكون لبسا له. وسيأتي مزيد حديث عن ذلك إن شاء الله في كتاب الألبسة وفي كتاب الجامع في قضية الاحتياط للمال الحرام والحلال، وفي أول كتاب البيوع إن شاء الله. فالمقصود أن الاحتياط والتنزه معتبر، لكن بشرط أن يكون هناك ما يدل على هذا الشك والاشتباه، لا بمطلق الامتناع، فإن مطلق الامتناع هو من تحريم الحلال وذلك ممنوع. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن في الحرم: الغراب والحدأة والعقرب والفأرة والكلب العقور. متفق عليه. نعم، هذا حديث عائشة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من الدواب. وقوله من الدواب يعني أنها مما يدب على الأرض، وقوله خمس هذا ليس على سبيل الحصر، فقد جاء في غير هذه الروايات زيادة على هذه الخمس مما يؤمر بقتله. وقوله صلى الله عليه وسلم: كلهن فواسق أو كلهن فاسق، فإن لفظ فاسق لفظ مسلم، وأما لفظ فواسق فإنها لفظ الشيخين، وكلاهما في معنى واحد. قوله فاسق بمعنى أنها مفسدة، لأن المرأة يسمى فاسقا إذا خرج عن المعتاد، وهذه تفسد وتخرج عن الطبع المعتاد فيما ينفع الآدميين من هذه الحيوانات، فحينئذ أمر بقتلها. قال صلى الله عليه وسلم: يقتلن في الحل والحرم، أي يشرع قتلهن في الحل والحرم، بل إن الفقهاء يقولون إن قتل هذه الفواسق مندوب إليه على سبيل الندب. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلن في الحل والحرم، نأخذ منها أحكاما. الحكم الأول أن قوله يقتلن في الحلم في الحل نستفيد منها أنه يستحب قتل هذه الفواسق إذا رؤيت. والأمر الثاني أن هذه الفواسق حيث أمر بقتلها فإنه يحرم أكلها، لأن القاعدة عند أهل العلم أن ما أمر بقتله حرم أكله، وما نهي عن قتله حرم أكله كذلك. وسيأتينا إن شاء الله هذا الحديث بتفصيل أوسع في باب الأطعمة. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، قوله في الحرم نأخذ من ذلك أن من قتل شيئا من هذه الفواسق في الحرم، أي في حدود الحرم أو حال كونه محرما ولو كان خارج الحرم، فإنه لا فدية عليه ولا إثم، فلا يكون من محظورات الإحرام، لأنه قد جاء النص الخاص بجواز قتلهن، فدل ذلك على أنه يجوز قتلها في الحرم ولا إثم ولا فداء على قاتلهن. أول هذه الفواسق التي وردت في هذا الحديث أو بعضها هي العقرب، وإنما أمر بقتل العقرب لأنها مؤذية، فإن العقرب تلدغ وتؤذي وتقتل وتشل كذلك بلدغها. والنوع الثاني قال الحدأة، وهو نوع من الطيور المعروفة. والثالث قال الغراب، وهنا الحديث جاء فيه مطلق، وجاء في بعض الروايات أنه الأبقع، وسيأتي إن شاء الله مزيد تفصيل له في باب الأطعمة. والرابع الفأرة، وهو الحيوان المعروف، وهذا النوع من الفواسق يؤذي بإتلافه الأطعمة وإتلافه المتاع، ولكون الفأر أيضا ربما كان سببا في نقل بعض الأمراض
للآدميين. والأمر الأخير الذي ورد في هذا الحديث وهو الكلب العقور. والكلب العقور قيل إن المراد به الذي يعقر بطبعه، وقيل الذي يعقر بفعله، فهما معنيان وكلاهما صحيح. فأما الذي يعقر بطبعه فأن يكون عاقرا وإن لم يؤذي المحرم فيجوز له قتله، وأما الذي يعقر بفعله فهو الذي يعدو على المحرم ويؤذيه فحينئذ يجوز قتله. إذن الكلب يشمل أمرين: الذي يعقر بطبعه بأن يكون غير مستأنس وأن يكون مؤذيا، أو الذي بفعله بأن عدا على محرم أو غيره فيجوز له قتله. أخذ من هذه الجملة الأخيرة وهي الكلب العقور أنهم يقولون إن المحرم إذا عدا عليه أي صيد فقتله فإنه لا فداء عليه، لأنه يكون من باب دفع الصائل، وهذا من باب التعليل في أن العقور هو العادي بفعله. وعلى ذلك فإننا نقول يلحق بالكلب العقور كل ما عدا على المحرم فيجوز له قتله، وكذلك المحل فإنه يجوز له قتل من صال عليه بالشروط التي أوردها العلماء، والمؤلف سيفرد بابا كاملا في أحكام الصائل. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، متفق عليه. نعم، هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. والحجامة نوع من التداوي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله، بل جاء أنه أمر به، وذلك ألف البوصيري كتابا فيما جاء عن شفيع الخلق محمد صلى الله عليه وسلم أنه احتجم وأمر بالحجامة، والجزء مطبوع ومشهور بين طلبة العلم. والحجامة هي ما كان فيه أمران: الأمر الأول إخراج الدم، والأمر الثاني مصه، وهذان الأمران يتحقق بها فعل الحجامة. وقد تقدم معنا في باب الصوم الاختلاف في تعليل الفقهاء أو فقهائنا بمعنى أصح في الحجامة التي تكون مفطرة، هل هو بمطلق الاسم أم بوجود هذين الوصفين. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم، وقد جاء عند أبي داود من حديث أنس صفة حجامته صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم على ظهر قدمه من وجع كان به عليه الصلاة والسلام، فاحتجامه كان على ظهر قدمه عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث دليل على أنه يجوز للمحرم أن يحتجم حال إحرامه، لأن إخراج الدم ليس من محظورات الإحرام وليس من الممنوعات فيه، بل هو جائز، وهذا نص صريح في ذلك ولا شك. لكن لو كان من لوازم الحجامة قص شعر فهل عليه فدية بذلك أم لا؟ نقول إن كان الحجامة تقتضي قص شعر أو إزالته حال الإحرام فإنه تجب به الفدية، وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن مالك بن بحينة. وأما فعل النبي صلى الله عليه وسلم فكما تقدم من حديث أنس أنه كان على ظهر قدمه، وظهر القدم لا يوجد عليها شعر عادة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، فقال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى، تجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة مساكين، لكل مسكين نصف صاع. متفق عليه. نعم، هذا حديث كعب بن عجرة رضي الله عنه، وهو من الأصول في باب فدية الفدية بفعل شيء من المحظورات. ذكر كعب أنه قال: حملت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والقمل يتناثر على وجهي، إذ كان
كعب رضي الله عنه ذا شعر، وكان الشعر على وكان شعره كثيفا وفيه قمل كثير، ثم إن هذا القمل أصبح من كثرته ينزل على وجهه، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. وهذا يدل على أن الحاجة لإزالة هذا الضار واضحة وبينة وكبيرة أيضا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتجد شاتا؟ فقال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. هذا الحديث فيه من الفقه مسائل كثيرة. المسألة الأولى: هذا الحديث فيه أن من محظورات الإحرام حلق الشعر، فإنه لا يجوز للمحرم أن يحلق شعره، وأخذ الشعر سواء كان بأخذه بالموسى وهو الحلق، أو بقصه بالمقراض، أو بنتفه من أصله، ففي كلا الحالات الثلاث يكون ذلك ممنوعا ويكون محرما إلا لحاجة وتجب به الفدية. المسألة الثانية: أن من احتاج إلى إزالة شعره فما الحكم؟ نقول إن الحاجة إلى إزالة الشعر بقص أو حلاق ترفع عن المحرم الإثم، ولذلك فإن كعب رضي الله عنه لما تناثر القمل على وجهه رضي الله عنه أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق مع ذكره الفدية. إذن كل حاجة لفعل شيء من المحظورات تدل على أنها يباح له ذلك، والحاجة طبعا تقدر بقدرها ولا بد أن تكون مبيحة، ويلحق به سائر محظورات الإحرام فإنها تأخذ حكمها. مما يتعلق أيضا بالحاجة، أن نحن قلنا إذا أن المرأة إذا كان محتاجا أبيح له الحلق أو القص، لكن هل يسقط عنه الفدية أم لا؟ نقول إن الفدية أو أن الحاجة نوعان باعتبار سقوط الفدية. فإن كانت الحاجة والضرر أو إذا كانت الحاجة بدفع ضرر من عين الشعر أو من عين الظفر فلا تجب به الفدية، لأنه يكون حينئذ ملحقا بالصائل. ومثلوا لذلك قالوا: إذا طال شعر جفنه حتى دخل عينه فالشعر هو الذي آذاه بنفسه الشعر، فهنا قصه للشعر أو أن أظفرا من أظافر يده أو رجله انكسر فأصبح يجرحه ويؤذيه، فذات الأظفر وذات الشعر هو المؤذي. فنقول إن من احتاج إلى قطعه حينئذ أو حلق الشعر فإنه لا إثم عليه ولا فدية. وقلنا إنه لا فدية لأن الحاجة بدفع الأذى من عين ذلك الشيء، والقاعدة عندنا كما تقدم أن الصائل والمؤذي إذا كف أذاه فإنه لا فدية على المحرم، كما تقدم في الكلب العقور وما ألحق به. النوع الثاني من الحاجة قالوا أن تكون الحاجة ليست لدفع ضرر من عين الشعر أو الظفر ونحوه، وإنما من أمر آخر مثل هذا القمل، فإن القمل ليس هو الشعر وإنما هو متعلق بالشعر وخرج فيه، فلما كان الأذى ليس من ذات الشعر أو الظفر فإننا نقول حينئذ إنه تجب عليه الفدية لأجل هذا الحديث، لأجل هذا الحديث. وهذا طبعا هو مشهور المذهب في هذه المسألة. طبعا المذهب في النوع الثاني الذي يكون الأذى من غير ذات الشيء يرون أن الفدية تجب مطلقا، وعلى ذلك فإن من
لبس مخيطا لأجل برد أو مرض فإنه تجب عليه الفدية، وإن لبسه لأجل ستر عورة حيث لم يجد إزارا فإنه تجب عليه الفدية كذلك. هذا هو مشهور المذهب. وأما الشيخ تقي الدين فقال إن من احتاج إلى لبس المخيط لحاجة خارجة عن ذاته طبعا، فإن احتاج إلى ستر العورة أو احتاج إلى ما يلبس في الرجل لدفع الأذى عند المشي فإنه لا فدية عليه مطلقا، كما تقدم في حديث ابن عباس وابن عمر في لبس الخف. وأما إن احتاج لللبس لأجل المرض أو البرد أو البرد فإنه يفدي، لأن الحاجة ليست متعلقة بذات اللبس وإنما هي متعلقة بأمر خارج عنه. وعلى العموم فالخلاف بين مشهور مذهب والرواية الثانية في قضية من لبس لستر عورته أو دفع الأذى عن رجله أن عند المشي أن هذا متعلق بتحقيق المناط، هل هذه الحاجة لذات اللبس أم أنها حاجة لأمر طارئ منفصل عنه. من فقه هذا الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى. عندنا قاعدة في قضية تحقيق وتنزيل المصلحة، المصلحة سواء كان قصد بها الجلب أو قصد بها الدفع، مثل هنا فإن المقصود الدفع، دفع الضرر، من الذي يقدرها؟ العلماء يقولون إن المصالح والمفاسد التي تدرأ والمصالح التي تجلب إن كانت متعلقة بأمر عام من التصرفات الولائية فمردها إلى ولي الأمر، وما عدا ذلك فإن مردها لواحد من اثنين، إما للشخص نفسه أو للمفتي فيما يكون أمرا عاما. وهذه المسألة وهي مسألة معرفة الحاجة لحلق الشعر أو لفعل شيء من المحظورات، الأصل أن الذي يقدر هذه الحاجة إنما هو الشخص نفسه، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم لذلك حينما قال: ما كنت أرى أي أظن الوجع بلغ بك ما أرى، بمعنى أن هذا ما دام بلغ بك الوجع والألم هذه الدرجة فإنه حينئذ يباح لك الحكم أو يباح لك الترخص بالفعل مع الفدية. من فقه هذا الحديث أيضا أنه تجب الفدية، بيد أن هذه الفدية ظاهر الحديث أنها على الترتيب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتجد شاتا؟ قال: لا. قال: فصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهذا الترتيب لم يأخذ به فقهاؤنا لأمرين: الأمر الأول أنه جاء في بعض ألفاظ الحديث التخير، ويقوي العمل بالتخير الآية، فإن الله عز وجل قال: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فالآية جاءت على التخير فكذلك نقوي به اللفظ الآخر الذي جاء على التخير. وأما هذا الحديث وهو قوله: أتجد شاة؟ قلت: لا. قال: فصم، والفاء تفيد التعقيب، فإنه محمول على أمور: إما على أنه قبل نزول الآية، لأن الآية نزلت بعد قصة كعب رضي الله عنه فكانت مبينة فحينئذ يكون منسوخا، أو يكون محمولا على فهم من الراوي لورود الألفاظ الأخرى بالتخير، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله ليس على سبيل الإلزام وإنما سأله على سبيل النظر في حاله بقرب يعني ما يرى، لأنه كان يطبخ طعاما ربما لقرب الشياة فظنها أنه له، وربما كان غير ذلك من الأسباب. من فقه هذا الحديث وهو من الأحاديث المهمة في الباب أن الفقهاء أخذوا من هذا الحديث أن كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام في الجملة، وقلت في الجملة لإخراج بعض محظورات الإحرام ك
النكاح فإن النكاح لا فدية فيه. نقول إن كل من فعل شيئا من محظورات الإحرام أن عليه الفدية، والدليل عليه هذا الحديث، وهو حديث كعب بن عجرة في حلاق الشعر ويلحق فيه سائر المحظورات، إلا أن يرد في شيء من المحظورات فدية خاصة به كالجماع مثلا أو الصيد أو قتل الصيد، فإن لها فدية خاصة. وقد دل على ذلك ما جاء عند الإمام مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من ترك نسكا فعليه دم. وترك النسك يحتمل ترك الواجبات ويحتمل فعل شيء من المحظورات، فإن الكف عن المحظورات من مناسك الحج. من فقه هذا الحديث أيضا أن الشاة التي تجب عند وجود شيء من محظور فعل شيء من محظورات الإحرام يشترط فيها أن تكون مما يجوز ذبحه في الأضحية، فما جاز ذبحه في الأضحية فإنه يجوز ذبحه في الهدي، وما لا يجوز هناك فلا يجوز هنا. ومن الأحكام المتعلقة بالشاة كذلك، وهو ظاهر الحديث، أن الشاة لا يلزم ذبحها في أيام التشريق، بل تذبح عند وجود السبب، عند وجود السبب وهو فعل المحظور. وهل يجوز تقدمها على فعل المحظور بمعنى أن يكون المرء محرما ثم يعزم على فعل محظور فيفدي قبل فعله المحظور؟ هذا فيه وجهان عند علمائنا، والمشهور جوازه، لأنه إذا كان للفعل سببان فيجوز تقدمه على أحدهما. كذلك في قوله صلى الله عليه وسلم: أتجد شاة، يدلنا على أنه لا يلزم أن تذبح الشاة في حدود الحرم، بل تذبح حيث وجدت. وإذا ذبحت الشاة فإنه يلزم إطعامها للفقراء وألا يأكل منها شيئا، لأنها كفارة، والأصل في الكفارات أنها للفقراء، بخلاف هدي التمتع والقران فإنه يأكل منه. وقوله: صم ثلاثة أيام، أي يجب صيام ثلاثة أيام على سبيل التخيير، أو أطعم ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. هؤلاء الست مساكين كذلك لا يلزم أن يكونوا من فقراء الحرم، بل في المكان الذي فعل فيه المحظور، إذا كان خارج الحرم فإنه يطعم فيه ستة، وإن فعل المحظور في الحرم فإنه يطعم ستة من فقراء الحرم أو الواردين عليه. وقوله: لكل مسكين نصف صاع، أي إذا لم يكن من البر. وأما البر فقد تقدم معنا كثيرا أن الصحابة جعلوا المدة من البر في الكفارات يقوم مقام نصف الصاع، كما ذكرت يعني لكم جميعا أن قضية هذا الحديث أن فيه من الفقه الشيء الكثير جدا، ولكن يعني نكتفي بما سبق. من المسائل أيضا المهمة التي لابد أن نشير لها أننا قلنا أن الفدية لم يسقطها النبي صلى الله عليه وسلم عن كعب مع وجود الحاجة لحلاق الشعر، والحاجة لدفع أذى من غيره لا من عين الشعر. أخذ العلماء من ذلك أن النسيان عند فعل المحظور إذا كان لشيء من المتلفات فإنه لا يسقط الفدية، وهذا هو مشهور المذهب. فإن المذهب يقولون إن محظورات الإحرام نوعان: محظورات فيها إتلاف أو معنى الإتلاف، مثل حلق الشعر أو قصه، ومثل تقليم الأظافر، فإن هذه فيها الإتلاف أو فيه معنى الإتلاف كالجماع وكذلك الصيد، فهذه يقولون لا يعذر فيها بالنسيان. وأما النوع الثاني وهو ما لا إتلاف فيه، مثل التطيب ومثل تغطية الرأس وتغطية المرأة وجهها ولبس المخيط، فهذه ليس فيها معنى الإتلاف، فحينئذ
تسقط بالنسيان، فنظروا إلى الإتلاف للعين وأخذوا هذا من حديث كعب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن أو لم يسقط الفدية عن كعب حينما أزال شعرا مع حاجته لذلك، فدل على أن النسيان مثله. والرواية الثانية في المذهب أن الخطأ والنسيان يسقطان الفدية عن كل محظور إلا الصيد، لكلام سبق الحديث فيه قبل ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد كان قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. فقال العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا. فقال: إلا الإذخر. متفق عليه. نعم. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة، وذلك في عام الفتح، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس، أي في واعظا ومذكرا لهم، قال: فحمد الله وأثنى عليه. حمد الله لأن السنة كما جاء عند أهل السنن أبي داود وغيره أن السنة أن يفتتح المرء خطبته بحمد الله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أبتر. قوله وأثنى عليه أي ثنى بحمد الله عز وجل، ولا شك أن حمد الله عز وجل من أفضل الكلم، بل قد قال بعض أهل العلم كابن رجب أنه أفضل الذكر بعد كلام الله عز وجل الباغيات الصالحات الأربع، وأفضلها قول الحمد لله. قال: ثم قال، أي النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل. قوله إن الله حبس عن مكة الفيل، المقصود بذلك أبرهة ومن كان معه والفيلة التي كانت معه، وقد حبسها الله عز وجل في وادي محسر قبل دخولهم مكة، وقد رد الله كيدهم وأرسل إليهم طيرا أبابيل، وهذا من حفظ الله عز وجل لمكة. وهذا يدلنا على أن حرمة مكة حرمة شرعية وكونية معا. أما كونها شرعية فمعناه أن الله عز وجل رتب إثما وعقوبة وجزاء على من انتهك حرمة هذا البيت المعظم، وأما كونها كونية فمعناه أن الله عز وجل لن يسلط أحدا على هذا البيت، وقد جاء أن في آخر الزمان يأتي جيش يغزون البيت، فإذا كانوا بالبيداء خسف بهم جميعا، وهذا من حفظ الله عز وجل للبيت. بل إن الله عز وجل يقول: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فمجرد الهم فيه بالسيئة وبالظلم وبالاعتداء فإن الله عز وجل يعاقب ذلك الرجل الذي هم بهذا الهم السيء. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حبس عن مكة الفيل فيه إيماء لعظم هذا البيت وشرفه وحفظ الله عز وجل له إلى قيام الساعة، وأنه محفوظ بحفظ الله سبحانه وتعالى. قال: وسلط عليها رسوله والمؤمنين. قوله وسلط عليها أي أذن الله عز وجل، وهذا فيه إذن شرعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سلط عليها رسوله، فذكر وصف الرسالة التي فيها الوحي والتبليغ. وهذا يدلنا على مسألة عظيمة في القدر، وهو قضية التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، وما في معناها كالمحبة الكونية والشرعية وغيرها. فالإرادة الشرعية ما أمر به سبحانه وأذن به، والإرادة الكونية ما قدره الله عز وجل مما هو كائن. إذن فما أراده الله عز وجل كونا فهو واقع لا محالة، وما أراده شرعا فقد يقع أحيانا وقد لا يقع. فإذا فعل المؤمنون ما أمر الله عز وجل وأراد به شرعا اجتمعت فيه الإرادتان الكونية والشرعية، مثل هذه
الجملة وسلط الله عليها رسوله يعني محمد صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، أي أذن لهم شرعا وقدر لهم ذلك كونا. هذه الجملة وهو قوله عليه الصلاة والسلام وسلط عليها رسوله والمؤمنين، أخذ منها بعض الفقهاء من أصحابنا أن هذا دليل على أن مكة فتحت عنوة، ووجه ذلك قالوا سلط عليها رسوله والمؤمنين، فدل على أنها مفتوحة عنوة، وبنوا على كونها مفتوحة عنوة أنهم لا يجوزون بيع رباعها لأنها تكون ملكا عاما للمسلمين، وهذا هو مشهور مذهب، وربما يعني يأتي له تفصيل في باب الجهاد إن شاء الله في محله هناك. واعلموا هذه مسألة مشهورة جدا، وهي قضية مكة وبعض الأمصار كسواد العراق ومصر والشام، مكة فتحت عنوة، وأما مصر وسواد العراق والشام فإنما هي من وقف المسلمين بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد عمر. وهل يجوز بيع رباعها أم لا؟ قد ألف جمع من أهل العلم فيها رسائل مفردة، منهم من المتأخرين من أصحابنا الشيخ مرعي بن يوسف في كتابه المشهور تهذيب الكلام، وهو مطبوع ومشهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم وإنها لم تحل لأحد كان قبلي. هذه الجملة بيّن فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن مكة لم تحل لأحد مطلقا قبل النبي صلى الله عليه وسلم من آدم فمن بعده من البشر. وتعليل النبي صلى الله عليه وسلم أنها لم تحل لأحد كانت قبله، معنى ذلك أي أن هذا الحكم مستصحب إلى وقتنا هذا، فبقي حكمها إلى هذا الوقت. ولذلك نقل الأثرم أن الإمام أحمد سئل عن هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد كان قبلي، ما وجهه؟ فقال إنها أو أن وجه ذلك أنها كانت حراما ولم تزل حراما، أي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤكد على حرمتها، وأن حرمتها ليست حرمة طارئة أو من بعد فتح مكة، بل إن حرمتها باق من حين أول الأمر، ولذلك قال لم تحل لأحد قبلي. ولذلك فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد قبلي أخذ منه مسائل، من ذلك أن قوله لم تحل المقصود به لم يحل المقاتلة فيها، وبعض أهل العلم كما أشار ذلك الشيخ تقي الدين قال إن الممنوع إنما هو لم يحل ابتداء المقاتلة، وأما المقاتلة من باب الدفع والرد ودفع الصائل فإنه مأذون به شرعا. إذن فالممنوع في مكة والذي لم يحل قبل ذلك إنما هو ابتداء المقاتلة فيها، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم تحل له إلا في تلك الساعة كما سيأتي في الجملة بعدها. بعض أهل العلم استنبط من قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد كان قبلي أخذ منه أنه لا يجوز دخول مكة إلا بإحرام، وهذا الاستنباط هو من القاضي أبي يعلى. ووجه ذلك أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنها لم تحل لأحد قبلي أي أنه لا يجوز لأحد قبلي ولا لأحد بعدي أن يفعل مثل ما فعلت في هذه الساعة التي أبيح لي فيها هذا الفعل، والنبي صلى الله عليه وسلم دخل فيها مريدا ابتداء القتال عليه الصلاة والسلام، ودخل عليه الصلاة والسلام محلا بلا إحرام، فدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز له الدخول بلا إحرام. وهذا رد على من قال إنه يجوز دخول مكة من غير إحرام لغير من تكرر دخوله أو كان دخوله لحاجة، استدلالا بحديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فبين القاضي أبو يعلى أن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإنما أحلت لي ساعة من نهار. الساعة المراد بها البرهة من الوقت، ومن نهار أي في اليوم الذي أذن له فيه عليه الصلاة والسلام أن يقاتل. قال: وإنها لن تحل لأحد بعدي. وهذا يدلنا على أنه لا يجوز أن يقاس على النبي صلى الله عليه وسلم غيره، فلا يقاس عليه أحد ولو وجدت حاجة. وهذا الذي فهمه أهل العلم وأطالوا في الاستدلال عليه، وقد ألف جمع من أهل العلم في تقرير هذا المعنى، منهم الشيخ منصور في رسالة له سمها أظن الإعلام في الاعتداء على البيت الحرام ونحو ذلك. فلا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة فيها، أو على قول القاضي لا يحل لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخلها من غير إحرام إلا من استثني. طبعا المسألة الثانية في المذهب أو الرواية الثانية في المذهب أنه يجوز دخول مكة من غير إحرام لمن كان قد قضى الواجب عليه قبل ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فلا ينفر صيدها. قوله لا ينفر صيدها، الصيد إذا كان في مخبئه وفي عشه، إذا أطلق منه ورمي بحجر ونحوه يسمى تنفيرا له. وعادة الصيد قبل أن يرمى بسهم أو ببندق، وهو شبيه بهذه المسدسات التي تتعامل بها الآن، قبل أن يرمى به ينفر لكي يتحرك من مكانه. فإذا كان نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التنفير ففيه أيضا دليل على حرمة الصيد، وقد جاء في رواية مسلم من حديث أبي هريرة كذلك، هذا نفس الحديث يعني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يصاد صيدها، لا يصاد صيدها. والصيد هنا متعلق بمكة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها فيه من الفقه أن صيد مكة حرام، سواء كان الصائد حلالا أو كان محرما فهو حرام على الجميع الصيد. وكذلك يعني النبات كما سيأتي في الجملة التي بعدها. أيضا أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفر صيدها يدلنا على أنه ما دام قد حرم الصيد فيحرم أيضا وسائله كالتنفير والإشارة ونحوها، لأن الوسائل تأخذ حكم المقاصد. كذلك أيضا نقول من باب التبعيض أن من جرح صيدا ولم يقتله فإنه يجب عليه فديته بجزئه، يعني ضمان ما نقص منه، كما أن من صاد صيدا في الحرم ولو كان حلالا يجب عليه فديته. والقاعدة عند أهل العلم أن فدية صيد الحرم كفدية صيد المحرم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولا يختلى شوكها. في لفظ في مسلم: ولا يختلى خلاها. هذه الجملة فيها من الفقه مسائل. المسألة الأولى أنه يحرم أخذ النبات وقطعه في مكة، وكذلك أيضا يؤخذ من هذه الجملة وهو المشهور أنه يحرم قطع الشوك في الحرم، كما ذكره الموفق وغيره، أنه لا يحرم قطع الشوك وإن كان يابسا. قبل الانتقال لساقطة الحرم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم فلا لا ينفر صيدها، وفي اللفظ الآخر لا يصاد صيدها، هذا المراد بالصيد أي صيد مكة، سواء كان صيد بر أو صيد ماء. انظر معي، المحرم إذا كان في خارج مكة فيحرم عليه صيد البر، وأما صيد البحر فإنه حلال عليه. وأما في مكة سواء كان محرما أو حلالا، فالذي ذكره العلماء كالموفق وغيره في المغني أنه يحرم صيد مكة سواء كان صيد بر أو صيد بحر. وكيف يكون صيد البحر في مكة؟ قالوا أن يوجد في آبار الحرم شيء مما جعله الله عز وجل فيها مما يعيش في الماء كالأسماك ونحوها، فهذه لا يحل صيدها
في الحرم، ودليلهم على ذلك عموم هذا الحديث، ولأنه جاء عن جابر رضي الله عنه أنه كرهه وهو محمول ذلك على التحريم. نعم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد. قوله لا تحل ساقطتها أي اللقطة، وهذه يشمل كل اللقطة سواء كانت اللقطة مما يجوز التقاطه أو ما لا يجوز التقاطه عموما. وقوله إلا لمنشد، المراد بالمنشد هو المعرف. وهذه المسألة فيها في توجيهها مسألتها. أمشهور المذهب أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل ساقطتها إلا لمنشد ليس معناه أن اللقطة لا تملك في مكة، بل المذهب أنها تملك بالتعريف، وأن هذا الحديث لا تحل ساقطتها إلا لمنشد معناه أنها لا تملك إلا لمن عرفها عاما. وخص النبي صلى الله عليه وسلم لقطة الحرم للتأكيد عليها لا لتخصيص الحكم بها، هذا هو المشهور. وسيأتينا إن شاء الله في باب اللقطة الحديث بالتفصيل عن لقطة مكة وأحكامها بمشيئة الله عز وجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين. هذا كان لأهل مكة، حيث كان أهل مكة يعني يعتدون، فلربما كان المرء يريد أن يقتل بالشخص قوما وفئاما كثيرا. قال: فقال العباس يعني عم النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. والإذخر هو نبات معروف إلى الآن في الحرم، فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا، وهذا من باب التعليل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قوله إلا الإذخر يدلنا على أنه يجوز في الحرم وحدوده قطع الإذخر خاصة، واستثناء النبي صلى الله عليه وسلم للإذخر يدل على أن ما عداه لا يجوز ولا يدخل في هذا العفو ولو وجدت الحاجة له، فالعوسج مثلا وغيره من الخشب التي يحتاجه الناس لسقوفهم لا يجوز قطعها في مكة الحاجة، هذا هو المشهور. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن إبراهيم حرم مكة ودعا لأهلها، وإني حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي ما دعا إبراهيم لأهل مكة. متفق عليه. نعم. هذا حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة ودعا لأهلها. قوله إن الله حرم مكة ودعا لأهلها مر معنا أن تحريم مكة إنما هو تحريم من قبل إبراهيم عليه السلام، وهذا التحريم المتعلق بالتحريم الكوني. وأما إبراهيم عليه السلام فإنه حرم مكة التحريم الشرعي، أي في شريعة الشريعة التي بعث الله عز وجل بها إبراهيم نزل التحريم الشرعي بمنع الأفراد من الاعتداء على صيد مكة وحرمها. قال: ودعا لأهلها، أي دعا لأهلها بالخير وجلب الأرزاق لهم من سائر البلدان والساعة لأهلها، وهذا دعوة إبراهيم أثرها وبركتها إلى الآن قائمة. قال: وإني حرمت المدينة، يعني بالمدينة مدينته صلى الله عليه وسلم وهي المعروفة. قال: كما حرم إبراهيم مكة. وهذه الجملة تدلنا على أن المدينة بحدودها التي سيأتي في الحديث الذي بعده محرم الصيد فيها ومحرم قطع الشجر فيها كذلك. قال: وإني دعوت في صاعها ومدها بمثلي أو بمثلي، جاء في بعض الألفاظ عند مسلم بمثلي، وجاء في الصحيحين بمثلي. وقد ذكر أبو عبيد أن المثل هل هو الضعف أم المثلي هو الضعف، فقد يكون الحديثان محمولان على معنى واحد وهو المثل، فإنه قد ذكر أبو عبيد في بعض كتبه وأظنه غريب الحديث أن المثلي هو الضعف الواحد، لأن المثل يكون الشيء، وإذا كان مثلي فهو الشيء ومثله، وهذا يدل على لأننا نحرص دائما على أن يكون الأحاديث مجتمعة وغير متعارضة. قال: بمثل ما دعا إبراهيم لأهل مكة. النبي صلى الله عليه وسلم دعا لصاعها ومدها، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لصاع مكة المدينة ومدها
أخذ منه أمور. الأمر الأول البركة في صاعها ومدها، وقيل إن معنى البركة في صاعها ومدها أمران. الأمر الأول ما بيع فيه بصاعها ومدها، وقيل ما بيع في مكة مما جنسه يكال، مما جنسه يكال. والأمر الثاني ما يتعلق بصاعها ومدها، أن صاع ومد المدينة له أحكام تخصه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيل مكيال المدينة والوزن ميزان مكة. نعم، لضيق الوقت نأخذ يعني بعض الأمور. يهمنا هنا مسألة واحدة، أن صيد المدينة محرم، وكذا شجرها وحشيشها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حرمت المدينة كما حرم إبراهيم مكة، والصيد والشجر والحشيش كله محرم في مكة فكذلك في المدينة. بيد أن فقهاءنا قالوا إن المدينة تفارق مكة من حيث التحريم من جهات. الأمر الأول أنه يجوز أن يؤخذ من شجر المدينة ما تدعو الحاجة إليه للوسائد والمساند وغيرها، وكذلك يجوز أخذ الحشيش إن احتيج إليه لبيت ونحوه. وأما مكة فلا يجوز أخذ شيء من شجره ولا حشيشه لحاجة، ولم يستثن من ذلك إلا الإذخر. الأمر الثاني أنهم قالوا في الفرق بين صيد بين حرم مكة والمدينة، قالوا أن من صاد صيدا خارج المدينة ثم أدخله إليها لم يلزمه إرساله، بخلاف مكة، فإن من صاد صيدا من خارجها ثم أدخله إليها فيلزمه إرساله. أيضا هناك فرق ثالث، والفرق الثالث فيه روايتان في المذهب، أن مكة فيها الجزاء كما تقدم كجزاء صيد المحرم، وأما المدينة فمشهور المذهب أنه لا جزاء فيها. والرواية الثانية واختيار الشيخ تقي الدين، أن من صاد في مكة فإن عليه جزاء وهو أخذ سلبه. نعم، آخر حديث. أحسن الله إليكم. يقول رحمه الله تعالى: وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور. رواه مسلم. نعم، هذا الحديث ذكر مسلم، ذكر المصنف أن مسلما قد رواه، والحديث في الصحيحين معا من حديث علي رضي الله عنهما، وهذا من فوات على الحافظ عليه رحمة الله، وجل من لا يسهو. في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المدينة حرام ما بين عير إلى ثور. هذا يدلنا على مسألتين: المسألة الأولى على أن المدينة محرمة كمكة كما تقدم، والأمر الثاني حد المكان المحرم، وأنه ما بين عير إلى ثور. فقهاؤنا يقولون إن المحرم هو ما بين اللابتين كما جاء في الحديث الثاني، وقدره بريد في بريد، هذا هو ما قدره الفقهاء على المشهور. وأما هذا الحديث فقد اختلف في لفظه، وقد ذكر القاضي عياض في المشارق أن أكثر رواة البخاري ذكروا لفظ عير، وأما لفظ ثور فمنهم من ذكره ومنهم من كنا عنه فقال إلى كذا، ومنهم من ترك مكانه بياضا ولم يذكر شيئا. وذكر أن السبب في ذلك أنهم يعني الرواة اعتقدوا أن هذا الحديث فيه خطأ، وظنوا أن ذكر ثور في الحديث خطأ، لأن جبل ثور إنما هو في مكة، والصحيح أن جبل ثور موجود في المدينة، وقد أشار لذلك الفقهاء، فقد ذكر ابن أبي الفتح في المطلع أن ثور جبل خلف جبل أحد من جهة الشمال. وللمعاصرين كلام طويل جدا واختلاف بينهم كذلك في حدود الحرم، وقد ألفت فيه مصنفات مختصرة ربما نشير لها في وقت آخر لضيق الوقت، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.